في الثاني الابتدائي، اهلا بكم معايا في ليسون 4 يونت 3 اوف تو سكول، الى المدرسه. عندنا النهارده كلمات جديده. لوك اند لسن، لوك اند لسن، انظر واستمع. بيقول هنا ايه؟ رايت يور نيم. مس بتقول للجيرل دي رايت يور نيم، رايت يور نيم، اكتب اسمك. رايت يعني اكتب، يور نيم يعني اسمك. احنا خدنا ان يور معناها ملكك. write your name، اكتب اسمك. بعد كده الميس بتقول لهم ارسم صورة لنفسك. draw a picture of yourself، draw a picture of yourself، draw a picture of yourself. a picture يا ولاد يعني صورة، و yourself يعني نفسك. اوكي okay. I can follow instructions، I can follow instructions يعني أنا أستطيع أن أتتبع التعليمات أو الأوامر. بعد كده ميس بتقول للبنت إيه؟ stand up please، stand up please يعني قفي من فضلك. stand up please من فضلك يعني please. sit down please، sit down please يعني اجلسي من فضلك. بعد كده listen to the CD، listen to the CD، استمع إلى الإيه؟ الأسطوانة. CD يعني أسطوانة. listen to the CD، وإحنا اتفقنا إن كلمة listen التي عندي silent. يعني إيه silent؟ يعني مش بنطقها، مش بقول listen، no أنا بقول listen. نيجي بعد كده للwriting corner. listen, trace and write، طبعا بستمع وبمشي على النقط وبعد كده بكتب. sit down please، sit down please. draw a picture of yourself، draw a picture of yourself. stand up please، stand up please. write your name، write your name. listen to the CD، listen to the CD. نيجي بعد كده activities on lesson 4. question number 1 بيقول لي listen and circle، استمع وضع دائرة. number 1 بيقول لي listen to the CD. ها فين البنت اللي listen to the CD here؟ yes بتسمع الأسطوانة. number 2 sit down please، sit down please، yes يعني اجلسي من فضلك. question number 3 write your name، write your name، اكتب اسمك. طبعا ده بحفظ الكلمات. question number 2 بيقول لي look read and take write. number 1 draw or listen، ها draw، ببص للصورة وبعرف. طبعا draw يعني أرسم. question number 2 بيقول لي sit down or stand up، البنت طبعا بتقف، stand up. question number 3 read or write، الولد بيقرأ ولا بيكتب دلوقتي؟ write، بيكتب. question number 4 please or goodbye، ها goodbye. نيجي للي بعد كده بيقول لي طبعا look and scramble and write، يعني طبعا انظر واعد ترتيب الحروف. question number 1 بيقول لي ها الكلمة هنا بمعنى بتقول ايه؟ please، yes excellent please، please يعني اللي هي ايه؟ يعني من فضلك، yes. طبعا بحفظ الكلمات الحاجات دي بتبقى سهلة جدا ان نعرفها. question number 2 ها listen، بيستمع. listen ونخلي بالنا ان T هنا ايه؟ silent، مش بننطقها. اوكي question number 3 ها draw، draw يرسم، ببص للصورة وبعدين بعرف وكمان ببص للحروف. بعد كده question number 4 بيقول لي look read and write، يعني انظر واقرأ واكتب. عندي جايب لي هنا ثلاث كلمات ومطلوب مني ان اختار منها draw name cd. question number 1 بيقول لي write your، اكتب ايه؟ write your name، excellent، اكتب اسمك. write your name. question number 2 space نقط a picture of yourself، اعمل ايه؟ بيقول ميس بتقول للطلبة ايه؟ يعملوا ايه في الصورة لنفسهم؟ draw طبعا، يرسمهم. draw a picture of yourself، ارسموا صور لنفسكم. draw a picture of yourself. اخر question معانا في الليسن copy the following sentences، طبعا بكتب الجمل زي ما اتفقنا. number 1 بيقول لي listen to the CD، number 2 stand up please. وبكده خلصنا listen 4 واشوفكم ان شاء الله في listen 5.